هدي هدي الست اللي معاك ديت واهدى عشان الموقف يتوتر وممكن الموضوع ما يبقاش ده. بس احنا عايزينك تسكت. خلاص انا مش هينفع اتعامل معاك كده. ماشي مش هينفع اتعامل معاك كده. عشان انا مش هينفع اتعامل معاك كده. ما بحبش انا مش هينفع اتعامل مع حضرتك كده. انت ما تعرفش انا بس انت منين ومتربي فين. وانا يعني ما هي مش التربيه ولا بالمكان. لا اي حد لا خلاص بس حضرتك لا خلاص لا اهدوا اهدوا ما تجننيش لا اهدوا 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 فخليك ايه خليك بقول لك ايه احمد انا عايز اقول لك على حاجه يا احمد والله نفضحك في الصحافه سامي اسكت هايدي اسكتي احنا بنعمل فيك مقلب واحنا دلوقتي في بروجرام مفيش مجال حدد بقول لك عندي شغل على الطلاق والمصحى هتنشف عليا ايه طبقه المفتاح لا 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 بقول لك هتنفع طبقه المفتاح عليا لو بقول لك ايه طبقه المفتاح شايفان على ايه لا 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 اهدوا اهدوا طب انت بتاع اوعى لا 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 اهدوا ما يصحش ايه طب انت المفتاح ايه لا لا ساعدني هات المفتاح ابويا يابا ابدا لحد من البلد خليه يجي دلوقتي حالا انا ممكن نجيب 100 واحد من البلد لا هات المفتاح لو سمحت بقى طب انت هتتجاب مفيش يا ابدا طب مفيش مفاتيح هتتجاب ممكن نجيب 1000 طب عايز اقول لك على حاجه شغل احنا احنا يا استاذ استاذ كان اتكلم عشان استاذ كان احنا في صور برنامج الكاميرا الخفيه في الاقصر سر يا يحيى تعالى انا مع اي حد يا عم انت ما تعرفش تعمل اي لا اعرف اعمل اي حاجه يا يحيى بس تمام بس احنا بنهزر على فكره احنا دلوقتي في بروجرام اسمه بين السماء والارض بس بس بجد بس لو سمحتوا بص هو ده بيعمل ازاي بس هو هيعمل ولا ما يعملش بس لا 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 يا جماعه هيقع بينا ولا اوقع يا عم فيه ولا اوعى كده بقى خلاص حاسس بيه يا عم حاسس في ايه عندك ايه ولا الشريف اقسم بعز الجلال ده والله ولا تعرف والله ما تعرف تعمل حاجه والله احنا بس عشان فلوس المتحف مطار انزل تحت ويعز الكلام ده اللي مش عليك بالعربيه ماشي اعمل لا انا عايز اقول لكم انا بص نور نور على الناس نور نور اوعى يا عم انا ابص لك بتصور بس يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه يوه حاضر يا استاذ محمد ثانيه واحده وانت عشان معاك مزه يعني انت عامل ايه ده ايه يا عم في ايه اتكلم في ليه ده امحي مستقبلك اتكلم ايه امحي مستقبلك لا يا اوعى يا عم ايه ده بقى ايه اوعى ايه ده وربنا امحي مستقبلك يا عم انا يا عم مستقبلك انا مرش بس يا محمد بس انا عايز اوعى يا باشا بس انت جلال اللي واقف مستقبلك اوعى بنت على المخبز بتكلم بجد اسكت بجد فاكرني هخاف مش هاذيكي مش هاذيهم مش هاذيهم تعالي هنا ايه ده ايه ده ايه ده معاك واحده اغمى عليها هنا اوعى كده خليني ازوني امينه 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 يا نهار اسود طب ايه يا جماعه الحقوني امينه امينه طب حد يشيلها هنا تعالى تعالى شويه معايا تعالى تعالى شويه ممكن يقع بينا وكل دوت يبقى شكلنا يعني عيب عيب انا عايز اقول لك لا بجد مش قادره حرام عليكم احنا في اسانسير بنموت انت لو تستوعب ان احنا نموت ما تعملوش كده خالص كده ها انت
بتعملي معانا كده؟ بس يا بس يا ابني خلاص 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 يا عباب ميتك دي انا هوديكوا في داهيه يا محمود نمتي في عينيا نمتي في عينيا انت ايه يا ابني في ايه انت مالك مالك عليك عينيا وعيني مالك عينك ما اعرفش انا لسه ماما انا هوديكوا في داهيه هعمل لكم واحده دلوقتي انا هعمل لكم واحده طب ابعد شويه طيب انت السبب انا هعمل لكم واحده في ايه يا ابني في ايه يا دروك بجد لا ممكن تاخد اقف كده اقف كده بقى لما تشوف هنعمل ايه اقف كده محمود عيني نفسي ومنى عيني فين بالله انت هتضربك كده هضربك ليه بس مجنون انت ولا ايه بس 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 خلاص خلاص نجاتي لو سمحت انت مجنون ولا ايه انت نجاتي خلاص خلاص هتلم نفسك هو حضرتك بتعمل برنامج فوق بعمل برنامج فوق وساعات بعمل برنامج تحت لو عايز بعمل في كل حته بعرف طيب ماشي يا استاذ يا استاذه ما تتكلميش انا ما بتتكلمش غير بنفسك لا بجد بس انت بس يا استاذ بس بجد بس يا عم بجد كده عيب كده عيب ولد لا 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 أستاذ أحمد يا محمود خلاص بقى مفتاح بقى لا 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 انا ما مديتش انا بحضرتك انا بكلم لا 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 لو سمحت انا ما بستحملش الحاجات دي ما بستحملش الحاجات دي كده بس والله لا عايز احنا بنصور الكاميرا الخفية بقول لك كاميرا خفية اوعى بتن كاميرا خفية مفيش كده مفيش كده الكاميرا اهي اصلا مفيش مفتاح هيطلعونا الكاميرا اهي الكاميرا اهي هيطلعونا والله ما في مفتاح احنا بنصور معاك برنامج احنا والله ما في مفتاح هيطلعونا مش هسيبك بس بس خلاص هو مغمى عليه اصلا راح في داهيه بس بس واحنا رايحين فين احنا رايحين فين اساسا خلصوهم بقى يا جماعه اي حته نطلع فيها اي حته نطلع فيها يا جماعه بوليس بوليس انا خش عدي خش لا 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 لا